أول مباراة في الموسم بعد الصعود، بس كانت الاعتزال. كل اللي حصل لما فريق بارما هبط للدرجه الرابعه في الدوري الايطالي، واللعيبه بتتسرح والاداريين بيستقيلوا، وده كان بسبب الافلاس اللي حصل في النادي، الا لاعب واحد بس، الكابتن والقائد لوكاريلي. وبعد ما كله قال ان الوضع صعب ومفيش داعي، الا انه بقى في الفريق واخد وقته انه يرجع بارما للكالتشيو مره ثانيه، وبدا معاهم المرحله من جديد في الدرجه الرابعه، وبيرفض كل العروض وفضل محافظ على وعده. وبعد 4 سنين من اللعب هو مش جاهز بمسكنات وتنازل عن المرتب، بيرجع فريق بارما للكالتشيو الايطالي، وفي اول المباراة لو في الموسم بيعتزل بعد ما يكون لوكاريلي وفى بوعده قدام الجمهور. بس كده، متنساش لايك وفولو. سلام.